سوف نقوم بهذه المحاضرة بدراسة التحليل المكاني Special Analysis الذي يمكننا من خلال استخدامه بالقيام بعمليات تحليل مكاني على البيانات الخاصة بنا بسهولة، كما يمكننا تقديم إجابات على الأسئلة المكانية البسيطة مثل ما هي نسبة الانحدار في هذا الموقع أو في أي اتجاه هذا الانحدار. كذلك يمكننا الإجابة على أسئلة مكانية أكثر صعوبة وتعقيد مثل ما هو أفضل موقع لمنشأة جديدة؟ ما هو الطريق الأقل تكلفة؟ سوف نقوم بحل عدة تمارين حول عرض واستكشاف البيانات الخاصة بنا والعثور على أفضل موقع لمدرسة جديدة. نحن بحاجة إلى بيانات موجودة لديكم ضمن المجلد GIS Tutorial Exercise 7 Data School Model Builder. إذن سنقومون بنسخ هذا المجلد ووضعه في مكان آخر يتم العمل به. بداية سيتم العمل على ArcMap. سوف تقومون بالضغط على أيقونة البرنامج إذا كانت موجودة على سطح المكتب أو من خلال الضغط على زر ابدأ ثم الضغط على أيقونة البرنامج. في بعض الإصدارات تفتح نافذة New Empty Map تأخذونها ثم OK. هلا في البرنامج لدي لا تفتح هذه النافذة، تفتح مباشرة خريطة فارغة جديدة، لكن يمكننا من يريد الضغط على File New ثم طبعا يكون مفعل هنا New Map، ثم هنا عند Default View Database for this map يمكننا القبول بهذا المسار الافتراضي أن نخزن بياناتنا داخله، ويمكننا أن نقوم نحن بإنشاء Scratch View Database لنقوم بتخزين الخريطة داخلها. مثلا سوف أقوم أنا بإنشاء Scratch. طبعا ليس من الضروري إجراء هذه الخطوة. نقوم بداية بالاتصال بالفولدر إذا لم نكن متصلين به. طبعا أنا متصلة به، نضغط عليه ثم OK. والآن نضغط على New File View Database، سأسميها Scratch، ثم نحدد عليها ثم Add. سيتغير هذا المسار تلقائيا ونضغط على OK. سنقوم الآن بتفعيل خيار التحليل المكاني من خلال الضغط على Customize ثم Extension ثم التفعيل بجانبه. طبعا Extensions في بعض الإصدارات موجودة ضمن قائمة Tools. الآن سوف نجلب شريط الأدوات التحليل المكاني من خلال الضغط Customize Toolbar ونبحث عن Special Analysis ونفعل بجانبها. طبعا هذا هو شريط الأدوات. في بعض الإصدارات يوجد هنا قائمة للSpecial Analysis كما نرى هنا، يوجد هذه القائمة تفرع منها أدوات مختلفة. في الإصدارات التي لا تتوفر فيها هذه القائمة يمكننا الحصول عن هذه الأدوات من خلال Arc Toolbook ثم الضغط على Special Analysis Tool ثم نجد الخيارات التي نريدها. يمكننا الآن إضافة البيانات التي نريدها من خلال الضغط على زر Add Data. نحن بحاجة إلى School، أيضا Road، Rexite، Land Use و Elevation. نضغط بعد التحديد عليهم على Add وننتظر ليظهروا لدينا على الخريطة. طبعا يمكننا من خلال ArcMap لاستكشاف وتحسين البيانات التي نريدها. سوف نقوم الآن بالضغط على طبقة Land Use بالزر اليمين للفأرة، نأخذ Properties
ثم نضغط على سيمبولوجي. طبعا هذا الخيار يمكننا من خلاله اختيار العمود الذي نرغب في عرض قيمته على الخريطة دون التغير في القيمة الموجودة في الجدول. نأخذ هنا value fields، نأخذه land views. يمكننا تغيير الألوان التي نريدها بالضغط مثلا على ما نريد ونختار اللون الذي نريده ثم نضغط على OK. يمكننا أيضا تغيير شكل البيانات النقطية. سوف نقوم بتغيير شكل بيانات طبقة سكول، نضغط نقرة مزدوجة على سكول ثم هنا فنأخذ رمز سكول 2 ونضغط على OK. نجد أنه قد تغير شكل بيانات طبقة المدارس. الآن سوف نتكلم عن الاختيار والتحديد في الخريطة. طبعا سنقوم بإجراء تمرين نتعلم من خلاله خصائص الجداول ونأخذ فكرة عن ما تمثله كل خلية في قاعدة البيانات. سوف نقوم بالضغط على طبقة لاندوز في الزر اليميني الفأرة ونأخذ Open Attribute Table. سوف نجد في هذا الجدول في عمود count نجد أن أعلى قيمة لدينا هي عند الغابات، القيمة التي تليها هي للغطاء النباتي هنا، والقيمة التي تليها هي للمياه. إذا ضغطنا على أحد السجلات مثلا نضغط عند هذا السجل الأراضي الرطبة نجد أنه تم تحديد هذا السطر كله، ونجد على الخريطة كيف تم تحديد البيانات التابعة له، يعني تم تحديد الأراضي الرطبة على الخريطة. في إزالة التحديد نضغط على هذه الأداة. يمكننا أيضا أن نستعلم عن معلم ما في الخريطة من خلال الضغط على أداة Identify ثم نقر على المعلم الذي نريد الحصول على معلومات عنه. طبعا يمكننا من خلال الزوم إن أن نضغط على المعلم الذي نريده بدقة أكبر. طبعا تفتح لدينا نافذة فيها بيانات عن هذا المعلم. هنا نحدد All Layers أي أننا نريد أن نعرض معلومات هذا المعلم الذي اخترناه في جميع الطبقات. طبعا نأخذ المعلومات التي نريدها ثم نضغط E ثم نضغط على هذه الأداة. يمكننا من خلال التحليل المكاني أيضا التحري عن بياناتنا. فمثلا من خلال بيانات استخدام الأراضي يمكننا معرفة ارتفاع التلال، ويمكن معرفة المزيد عن هذه البيانات من خلال كما قلنا التحليل المكاني. الآن يجب أن نعرف وندرس بعض الخصائص التي يمكن أن نتعامل معها في التحليل المكاني. فدائما هناك بعض الخصائص التي يجب علينا تفعيلها قبل البدء بالتحليل المكاني مثل المساحة أو رقعة العمل أو حجم الخلية. من لديه في شريط أدوات Special Analyst، من لديه قائمة Special Analyst سوف أشرح لاحقا كيف سيقوم بالعمل. أما من لا يمتلك هذه القائمة في شريط أدوات Special Analyst سوف يتابع معي. أنا من القائمة Geoprocessing. سوف أخذ Environment ثم بالضغط على Workspace. سوف أقوم هنا بتحديد Current Workspace، سوف أختارها المجلد نفسه. وهنا من كان لم يقم بإنشاء Scratch to Database يمكنه أيضا اختيار المجلد Data School Model Builder نفسه، ويمكن لمن قام بإنشاء Scratch to Database
باختيارها. الـ output coordinate سوف نقوم بأخذ هنا خيار same as input، هنا الـ processing extent سوف نختارها طبقة land use same as layer land use. طبعا أخذت أبعادها. الـ extent تتحكم في مكان حدوث معالجة الراستر أدوات المحلل المكاني. ثم سننتقل الآن إلى الراستر أناليز، سوف نقوم بتحديد حجم الخلية. سوف نختار طبقة الإليفيشن، إذا same as layer elevation، وتلقائيا ستتفاعل لدينا هنا 30. ما يجب أن نذكره أن السيل سايز تتحكم بدقة الأوتبوت راستر، والإعداد الافتراضي لها يجب أن يكون الحد الأقصى للمدخلات وهو أكبر حجم خلية، لذلك هنا أخذنا same as layer elevation. في حال تم تحديد حجم خلية أدق من حجم الخلية هذه سوف لن يتم إنشاء بيانات جديدة، بل سيتم اكتفاء الخلايا من خلال استخدام النيرست نيبر سامبلينج. لذلك يجب دائما أن تكون أو لتكون النتيجة دقيقة يجب أن نختار قيمة سيل سايز من المدخلات الأكثر خصونة أو الأكثر كورسيف. الآن نضغط على أوكي، وبهذا نكون قد أصبحنا جاهزين للبدء بالتحليل المكاني. قلنا من كان لديه هنا ضمن شريط أدوات سبيشال أناليز قائمة يمكنه الحل من خلال الضغط على قائمة سبيشال أناليز، ثم أخذ خيار الأوبشنز هذا، ثم هنا الوركينج دايركتوري اختيار المجلد الذي هو سكول موديل بيتر، هنا يختارها. وهنا يجب أن يكون مفعل الأناليز أوتبوت then same as input coordinate هذا الخيار، ثم يضغط هنا على extend، وضمن extend يختار same as layer land use، تتفاعل تلقائيا هذه القيم، ثم ينتقل ليضغط على cell size، وضمن cell size أيضا يختار طبقة elevation، ثم يمكنه عند الضغط على elevation سيتفاعل حجم الخلية تلقائيا 30 متر. الآن سوف نقوم بفحص الهيستوغرام من خلال الضغط عليه ضمن شريط التحليل المكاني. إذا نضغط عليه، ولكن بداية يجب أن نفعل هنا layer land use. نضغط الآن عليه سوف تفتح لدينا نافذة. طبعا يستخدم الهيستوغرام لكي يعرض البيانات والقيم في شكل أعمدة كما نرى. الآن سنتكلم عن تمثيل الارتفاعات، وذلك من خلال بيانات الارتفاع وتغيير الشفافية لكي يعطينا رؤية جيدة للتضاريس المكان ويعزز من قدرتنا على فهم هذه التضاريس. يمكننا من خلال القائمة الموجودة ضمن شريط أدوات أو Special Analysis الضغط على القائمة الموجودة ضمن الشريط، ثم أخذ خيار Surface Analysis ثم Hedges. هلأ أنا سوف أقوم من خلال Arc Toolbox Window بالضغط عليه، ثم أخذ Special Analysis Tool، ثم الضغط على Surface، ثم الضغط على أداة هيلشيت نقرة مزدوجة فتفتح لدي نافذة. عند Input Raster سوف نختار Elevation، والOutput Raster طبعا محدد لدينا ضمن مثال المجلد نفسه، يمكن أن نسميها هيلشيت Elevation. نضغط على OK، طبعا الخيارات الأخرى نتركها كما هي. نضغط على OK وننتظر لكي تظهر لدينا صورة.
إذن الآن وقد ظهرت لدينا الصورة، يمكننا التحكم بشفافية هذه الصورة. بداية، إن لم تكن هذه الصورة موجودة فوق طبقة لاند فيوز، يمكننا تحريكها ووضعها فوق هذه الطبقة. الآن نحن بحاجة إلى شريط أدوات إيفكت من خلال ضغط كوستومايز تول بار ثم إيفكت. هذا هو شريط إيفكت، يمكننا من خلاله تعديل شفافية طبقة هيل شيب الناتجة عن إليفيشن من خلال الضغط على هذه الأداة. لكن بداية يجب أن نفعل الطبقة ثم نقوم بجعل مقدار الشفافية 30. نجد أن مقدار الشفافية قد تغير. يمكننا بطريقة أخرى من خلال الضغط على اسم الطبقة هنا ثم الضغط على ديسبلاي ثم أخذ الخيار هنا الترانسبرنسي وكتابته 30 والضغط على أوكي. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من المحاضرة، وننتقل الآن إلى الجزء الآخر لمعرفة موقع أو إيجاد موقع الأفضل لمدرسة.